الرجوية وعصام أرقي ينفذ لمتولي، متولي من الجهة اليمنى، متولي ومري إصابة، إصابة، هدف تعادل لفريق الرجاء، هدف تعادل لفريق الرجاء في اللحظات الأخيرة. يعني حرام أن فريق الرجاء مستحق للجماهير الرجوية التي تحضر هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. تسديدة قاتلة لمحسن يزور، ولا يفلح الساحر من حيث أتى، ومحسن يزور يبطل مفعول اللغز الهجومي لفريق الرجاء ويسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة. هدف مستحق لفريق الرجاء، وكما قلت حرام أن فريق الرجاء ما يسجلش هدف التعادل في هذه المباراة. لا تحتاج إلى الحظ، ولكن هذه الضربة الترجيح، ضربة الجزاء الترجيحية أمام الحارس كدم محسن متولي لاعب فريق الرجاء. سينفذ محسن متولي بطريقة اللاعبين الكبار، يسجل كامارا، كامارا سينفذ، كامارا، كامارا ضائعة. طلحي، ياسين، ياسين بطريقة اللاعبين الكبار والعسكري سينفذ بطريقة اللاعبين الكبار. مابيدي، اللاعب مابيدي سينفذ ويضيع. سينفذ ضربة الجزاء الثالثة للفريق الغيني، كينفذ وكيضيع. كاروشي، كاروشي كيضيع. الغيني كينفذ بطريقة، ينفذ عصام الرقي، عصام الرقي كيسجل. فد هنقورة إبراهيم الآن عسو اللي ضيع نهزم. برزوق ينفذ ضربة الجزاء ترجيحية يسجل. رياض كوناكري إلى ضعت تأهل فريق الرجاء، كتسدد بطريقة جيدة إلى التأهل للدور القادم. محسن، محسن، محسن غتنفذ وتأهيل الفريق الغيني للدور القادم من عصبة الأبطال الإفريقية وإقصاء فريق الرجاء الرياضي البيضاوي من هذا الدور.